مقابلة خاصة مع ابن نوح. جاء طوفان نوح، المدينة تغرق شيئا فشيئا، تفر العصافير والماء يعلو على درجات البيوت، الحوانيت، مبنى البريد، البنوك، التماثيل، أجدادنا الخالدين، المعابد، أجولة القمح، مستشفيات الولادة، بوابة السجن، دار الولاية، أروقة الثكنات الحصينة، العصافير تجلو رويدا رويدا، ويطفو الأوز على الماء، يطفو الأثاث، ولعبة طفل وشهقة أم حزينة، الصبايا يلوحون فوق السطوح. جاء طوفان نوح، جاء طوفان نوح. ها هم الحكماء يفرون نحو السفينة، المغنون سائر خيل الأمير، المرابون قاضي القضاة ومملوكة، حامل السيف راقصة المعبد، ابتهجت عندما انتشلت شعرها المستعار، جبات الضرائب مستوردو شحنات السلاح، عشيق الأميرة في سمته الأنثوي الصبوح. جاء طوفان نوح، جاء طوفان نوح. ها هم الجبناء يفرون نحو السفينة، بينما كنت كان شباب المدينة يلجمون جواد المياه الجموح، ينقلون المياه على الكتفين ويستبقون الزمن، يبنون سدود الحجارة علهم ينقذون مهاد الصبا والحضارة، علهم ينقذوا الوطن. صاح بي سيد الفلك قبل حلول السكينة، انجي من بلد لم تعد فيه روح. قلت طوبى لمن طعموا خبزه في الزمان الحسن، وأداروا له الظهر يوم المحن. ولنا المجد نحن الذين وقفنا، وقد طمس الله أسماءنا، نتحدى الدمار ونأوي إلى جبل لا يموت يسمونه الشعب، نأبى الفرار ونأبى النزوح. كان قلبي الذي نسجته الجروح، كان قلبي الذي لعنته الشروح، يرقد الآن فوق بقايا المدينة وردة من عطم، هادئا بعد أن قال لا للسفينة وأحب الوطن.